تنظم حاليا في جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط الدورة الأولى من ملتقى تشغيل شعاره المقاولة والجامعة معا لإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى. إناس مسايد وعبد الهادي سكيوي كان في المتابعة. ملاءمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل وخلق فرص أمام الخريجين للحصول على تجربة مهنية هي من بين أهداف هذا الملتقى، ملتقى يأتي في وقت تتعالى فيه الأصوات من أجل خلق التوازن في سوق تشكو وجود هوة بين متطلباتها والإمكانيات التكوينية لحاملي الشهادات. الهدف الأول من هذا الملتقى هو خلق فضاء جديد للالتقاء بين المقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة، تلقى مع الطلبة وكنظنوا أن هذا الفضاء الجديد كي سيسمح للطلبة ديالنا والخريجين ديالنا بأنهم يتكلموا مع المقاولات ويعرفوا شنو هما فرص الشغل المتاحة. الملتقى فرصة لانفتاح الكفاءات الشابة على عالم المقاولات وتكييف مؤهلاتهم وحاجية سوق الشغل. منتدى مستوى عالي لأنه يربط بين المقاولة المغربية وبين الطالب المغربي. هذه الفرصة باش نتلاقاو مع لي زوتر مع المقاولات والمشغلين، يكون عندنا واحد الحوار نعرفوا شنو المتطلبات ديالهم من ناحية البروفيل ديالنا. مبادرة توجت بتوقيع اتفاقية بين جامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الجهوي للاستثمار الرباط سلاز مور زعير، والهدف دائما إدماج خريجي الجامعات في سوق العمل.